فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أريد طلب العلم ولكن علي مسؤولات ولكن علي مسؤوليات يقول أريد طلب العلم ولكن علي مسؤوليات أسرية، فبماذا تنصحني؟ علي مسؤوليات أسرية. أسرية، نعم. طلب العلم لا يأخذ كل وقتك، اطلب العلم في وقت، واطلب الرزق في وقت آخر، اجعل لهذا وقت ولهذا وقت. طلب العلم ما يأخذ منك وقت كثير، ما يأخذ منك وقت كثير، نعم.